حتى ما نحتد على بعضنا وما نتخارب على عراقيين ولا خربة سياسية. أنا ما بحالها، بس كعراقيين أنتم، فإذا يضايقكم تعليقي حتى ما أعلق. لا على رحمة، عندي ملاحظات على مطالعة المدعي العام. زين على كيفك، ردها حتى يثبت هالكلام. لا على كيفي ثبت لي. أكو فرق رجل القانون عندما يتكلم بين أن يغالط وبين أن لا يعرف. إذا كان لا يعرف فسبحان الذي يعرف. كلنا ممكن أن تحتوي خبرتنا أو ثقافتنا على قدر من الهنات بصورة أو بأخرى. البشرية ما بيها واحد متكامل إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يعلم ويغالط فهذه معيبة على رجل القانون منين ما يكون، سواء كان في هذه القاعة أو خارجها. مثل رجل السياسة عندما يعرف ويكذب، أما عندما لا يعرف ويقول فما يكون قد كذب. عندما يسأل ولا يجيب فهذا من حقه، لكن ما يكون كذب. لكن عندما يتكلم خلاف الحقيقة يكون قد كذب. رئيس الدولة، أي دولة، هسه نترك الحال العراقي لأنه لا يقاس عليه، أي رئيس صلاحياته دستورية ثبتت في الدستور. يعني مو صلاحيات هو يمنحها لمن يشاء، يعني هو في الأمور التي له فيها سلطة تشريعية يستطيع أن يخول من يشاء نيابة عنه تحديدا وطبقا للدستور. مو حكي بكرة والله يجي خول جلال الطلباني عادل عبد المهدي. أنا أترك الخلفيات، ما أدري إذا تحدث عنها، الخلفيات معروفة، لكن هل يجوز هذا حديث يجري عن مجلس رئاسة؟ إذن لازم أعضاء مجلس الرئاسة كلهم يوقعون، أو هنالك نص في الدستور الذي استند عليه الذي صير دستورا، نص يقول إنه بإمكان أي واحد من الثلاثة إذا تغيب يستطيع اثنان أن يوقعان على قرارات التالي يوصفوها. مو هالشكل، كيف بتفق؟ هذا جانب. الجانب الآخر، الأصل الذي أنشئت بموجب المحكمة، وهنا مع احترامي لشخوصكم، أنا ما أعرفكم، أشوفكم أول مرة، افترضكم عراقيين وقضاة، فهذا الموضوع لا يتعلق بشخوص أحد، يتعلق بالمبدأ. العراقيين قبل عام من عام 2003 اختاروا صدام حسين رئيس دولة، والعراقيين أنفسهم اختاروا مجلس وطني. ثم يأتي من يقول إن هذه التي تسمى حكومة وما تأسس على الاحتلال الشرعي لأن الشعب العراقي اختار أعضاء برلمان، فبأي واحدة منها شعب العراق كاذب؟ أو بأي واحدة منها شعب العراق حيشاب أن يكون كاذب؟ بأي واحدة منها صادق في ضميره؟ هي الحالة التي اختار بها الناس وهو في ظرف طبيعي، وما حسب عليه فهو ليس مشروع، وهذا هو اللي كان به شعب العراق صادق. مهما تكون النسبة اللي تحذفوها من القريب بالمئة بالمئة، نحذف 10 هم ظل 90، 20 هم ظل 80، 30 هم ظل 70، لكن أنتوا جزء من الناس. أنا هسا ما أسمع الناس، بس أنتوا حتما بصورة أو بأخرى تسمعون الناس. الناس هم يتحدثوا عن الشيء اللي يحيل إنها انتخابات، وأهل القوائم الآن يتحدثوا عن خطأ المحاصصة الطائفية.
وأهل القوائم يتحدثوا عن خطأ الجرائم التي تجري في داخل شعب العراق والقتل به يجري على الهوية. إذن لا يجوز لرجل قانون مغالط يستطيع أن يعطي رأي إذا كان لا يعرف، والاجتهاد ممكن يخطئ، ممكن أن يصيب.